السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي هم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على المدرب الفراعنة، مدرب المنتخب المصري، يكشف عن موقفه من ودية المنتخب الوطني الجزائري. وكشف البرتغالي فيكتوريا المدير الفني للمنتخب المصري عن موقفه من خوض مباراة ودية ضد المنتخب الوطني الجزائري في شهر أكتوبر المقبل. التقني البرتغالي رحب بخوض مباراة ودية ضد منتخب الوطني الجزائري في شهر أكتوبر المقبل، ونقل موقع الكرة عن مصادر من الاتحاد المصري لكرة القدم بأن فيكتوريا يرحب بخوض ودية ضد الجزائر خلال التوقف الدولي المقرر من 9 إلى 17 أكتوبر المقبل، وتابع يتم اتفاق في وقت الحالي على تفاصيل يعني المباراة الودية من حيث الموعد والملعب من أجل إنهاء كافة الترتيبات مبكرا. يعني احنا أنا ما نكذبش عليكم على حساب الهضرة اللي راهي تدور، قال لك خلي المو في قطر. أنا على بالك الغلطة وصلت لنا، حضرنا في قطر، يعني الجو في قطر في أكتوبر نوفمبر كيف تكون دعوة باردة، علاش ما ينظموش مباراة؟ مثال مهما كان رئيس إيطاليا كان الحاج محمد راوراوا ولا كان لي كان إيغيل لي كان لي كان لي كان، على ما ينظموش؟ كون نظموها في جنوب إفريقيا، كون نظموها في ماشي في مصر، كون نظموها في مباراة في الكاميرون، في يديروا تربص حدا الكوتيفوار، حدا الدولة تاع كوتيفوار، يديروا تربص حدا، يديروا تربص في الكوتيفوار في أكتوبر. خاص دير حسابك من 9 حتى ل 17، نقولوا 9 10 11 12، يعني شحال نقولوا 5 أيام 6 أيام 7 9 أيام 9 أيام، يعني تجي مليحة 9 أيام. يديروا تربص هنايا يومين، ومن بعد يعني قادرين يلعبوا دو ماتش كاع، يلعبوا دو ماتش دو بارتي يلعبوا قادرين عليها. نورمالمون ويكون لعبوا مع يشوفوا غادي يديروا غادي في غادي يديروا مين يديروا مع من دور المجموعات من المجموعات، يعني يشوفوا ويلعبوا. زعما كنطيحوا حنا مع ايكيب في لافريك نلعبوا حدا حدا ايكيب اللي يكون عندها، هذه هي زعما كون صابوا كون يلعبوا مع ايكيب اللي يكون عندها، ما تنجمش تعرف كل واحد وكيف. حنايا كيما يقول لك هذه منتخب وطني جزائري لازم ندعموه، رغم ان وين نعرف بلي مادام كاين هذا المدرب اللي فقير تاكتيكمون، فقير تاكتيكمون، ان شاء الله بربي اللعابه برك اللعابه وهي ما تجيش بلا لازم تكون عندك لمسه، لمسه تاع مدرب مع لعابه تجي تحك. بصح لعابه وحدهم غادي لعاب ما ينجمش يشوف الغلطات وين راهم، خاص تعقلونا اللي دخل كونت تونس دخل غير اخر كيسمو دخل عوار كما سايش تتب في صحابه، روح انت يكذب البوله هنا، روح انت منا، انت روح مليها، انت روح منا، خاطر علاه كان قاعد في مع لي روبلاسو ويشوف وين راهي. بصح ما يجيبش يدخل مع المدرب يقول له اش كاين، اش عندك، اش عندك. بصح كي يدخل كما سايش يسقم في صحابه باش شتوها، هذه هي ساعه من خطا نشوفوا عاود نشوفوا محرز يروح يهدر، خاطر محرز دي فوا يجبد يقول لي شوف يشوف على هذيك ساعه من خطا يكون يهدر مع المدرب يقول له اش كاين، اش كاين، اش كاين. راه خويا بدا زكي، راه خويا بدا جاكي شان عند لاني دو توش، على هذيك نشوفو بلي يا ودي اللي قلنا مدرب وستاف تكنيك يكون في المستوى وكلش. وين تبع وين يتم اتفاق في وقت الحالي على تفاصيل المباراة الودية من حيث الموعد والملعب من أجل إنهاء كافة الترتيبات مبكرا. وكان التقارير الإعلامية أكدت أن المنتخب الوطني لكرة القدم سيواجه نظيره المصري في العاصمة القطرية الدوحة في إطار استعدادات منتخبين لخوض غمار كأس إفريقيا للأمم 2023 والتي ستجري مطلع العام القادم في كوتيفوار. وقال موقع فوت أفريكا أن فوت أفريكا أن مواجهة الجزائر ومصر الودية سيتم خوضها بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك يوم 17 أكتوبر القادم، أي قبل نحو 3 أشهر من انطلاق المنافسة البطولة الإفريقية.
ومن جهته أشار موقع العربي الجديد إلى أنه تحصل على معلومات من مصادر من الاتحاد الجزائري لكرة القدم تفيد بأن هيئته تلقت من طرف إحدى الشركات المتخصصة في تنظيم المباريات الودية اقتراحا لمواجهة المنتخب المصري في تلك الفترة، وتفيد المعلومات لنفسها بأن الشركة قامت كذلك بنفس الخطوة مع الاتحاد المصري لكرة القدم، لكن الاقتراح ما زال قيد المناقشة عند مسؤولين منتخبين العربيين خاصة بالنسبة للطرف الجزائري. وقبلها برمج الاتحاد الجزائري لكرة القدم مباراة ودية ضد المنتخب السنغالي، مباراة سنغالية في 12 سبتمبر بملعب عبد اللاوي الواد يعني بداكار السنغال بداية من الساعة 8. المهم مباراة تاع السنغال فريق حاجة مليحة، ونزيدوا فريق ما نبقاوش نقارعوا نشوفوا يعني بالك بالك بالك. انا زعما ما كما نقول لك انا اللي نقولوا بلي اليوم وين لازم الناس تعمل اكتو كيفاش ما نديروش غلطه اللي صرات 2022 وحنا درنا التحضيرات تاعنا على ما نلعبوش الوقت هذا في اكتوبر. يعني حاجه مليحه تلعب في افريك، تلعب حدا الكوتيوار، تلعب حتى وين في دير تربوس تاعك قادر دير تربوس تاعك في الكوتيوار نورمال عادي. علاش لا دير تربوس تاعك في الكوتيوار؟ قادر دير تربوس تاعك، يعني تبان لي بلي نورمال واحد يدير تربوس تاعو في الكوتيوار افضل. صعيبه ماشي سهله اخويا، ماشي زعما صعيبه علينا، لا نورمال. احنا المهم نشوفوا بلي المنتخب الوطني الجزائري المنتخب تاعنا هذا لازم نحضروا عليه، خاطر كاين بزاف يقول لك انت ما تهدرش على كيما شكون انت بسيبتك شكون باش تمنعني انا ما نهدرش، من حقي نهدر، من حقنا نهضروا على المنتخب الوطني الجزائري، احنا ما ننتهمو تا واحد، ما نهضر من حقي نهضر سبحان الله، من حقي نقول بلي لازم يكونوا تربصات يعني يكونوا في كيسموها يكونوا في لافريك، او توبا حنا نسمعوا لافريك وبعد نسيبوا تنصيبوا الغاشي تلعب في قطر، او قلتوا لنا لافريك. هذه هي المهم احنا ما نحبش كما يقول لك انا نشوف بلي المنتخب الوطني الجزائري شو بير غادي نلعبو في قطر، وعلى بالي غادي نهبط والله غادي ندير عليها فيديو خويا شو بير عندي احنا كيما يقول لك شو بير كاينه منها بونو غادي يلعب في الرياض كاين اتصالات معاهم هذه هي بصح شوف البايرن ميونخ فانيك هو كان عنده اتصالات مع بايرن ميونخ فانيك مالك على هذيك ان شاء الله بربي نلعبو امن انا ماذا بينا نلعبو قدام مع منتخبات يعني باش نشوفو المستوى تاعنا ماشي قضيه تشوف المستوى تاعك خير افضل هذه يا خويا بونو غادي يلعب سوبر مع مانشستر سيتي هذه هي بونو غادي يلعب سوبر خويا شوف يا بونو سيري هادو كاع غادي يلعبو سوبر شو بير على ما تهدرش على يا ولدي اخويا انا هادي تاع بلايلي راكم طايحين عليا اهدر على بلايلي شكون باغيين زعما شكون باغيين انا نعرف ناس هادو زلو انتوما ظلوا تنتقدوا فينا ومن بعد تجي تقول لي لا ما تهدرش على بلاي شاك باغيني انا نهدر شاك باغي تدخلونا باغي تدخلونا في امور يا خويا انا قلت لكم انا باش جروني الهضره لكم باغيين باش تقلبوا بها شوبير روحوا تروحوا انا قلت لكم الدراهم اللي طاوهم بلايلي ما قلعوهم ليش انا من جيبي قلعوهم الى با يديروا كاع الجزائريين ماشي شوبير هذه هي بلايلي يحتاج من حقه ما تالي كاع من حقه كاش اللي سالحه هذه هي
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. ويمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم خاوتي وصحيتكم.